احنا بلد من سنة 23 لحد النهاردة صدر فيها 10 دساتير واعلانات دستورية، يعني بمعدل دستور او اعلان دستوري كل 9 سنين. باختصار احنا بلد ما بيعيش لهاش دساتير، ولو عايزين الدستور الجاي يعيش لازم نسميه خيشة او شحات. انا من المعارضين لفكرة ان يبقى عندنا كشكول من مبادئ ونسميه دستور، وشايف اننا ممكن نمشي بدستور من 20 مادة بالكتير من غير تفصيل وتفعيص. إنما طالما فصلنا وفعصنا ووصلنا نتيجة، يبقى أنا مش معارض فكرة إقرار دستور لمجرد إن يبقى عندنا دستور ونخلص من الوهم ده. أنا من الناس اللي عارفة كويس إن مش الدساتير هي اللي بتحكم، وإن اللي بيحكم في الآخر هو المنظومة السياسية المكونة من أحزاب وجمعيات وشارع سياسي وقوانين بتحكم العملية السياسية كلها، والدستور في الآخر بيتحول لكتاب حكم ومواعظ. هبسطها لكم. الدستور بيضة هتكتب في الآخر كتكوت اسمه العملية السياسية. احنا بقى سايبين الكتكوت ده ومتخيلين ان قشرة البيضة دي هتفرق قوي في حياة الاجيال القادمة. في ناس هتزعل قوي من الكلمتين اللي فاتوا دول، ازاي الدستور هو كل حاجة؟ الدستور اولا خد دي، سنة 36 صدر دستور الاتحاد السوفيتي في عهد جوزيف ستالين، كان فيه نصوص بتأكد على منح حقوق عامة للناخبين ومن بينها الانتخاب السري المباشر وضمان حرية الرأي وحرية الصحافة والاجتماعات والمظاهرات، وبينص على الحصانة الشخصية وسرية المراسلات وعلانية المحاكمات والإجراءات القضائية. يعني بمعيار الدساتير يعتبر دستور لوز العنب. بس الدستور ده ما منعش ستالين من إبادة 5 مليون فلاح لأنهم ما كانوش موافقين على خطة الإصلاح الزراعي اللي حطها. دستور 71 نفسه اللي لسه مولعين فيه بجاز فيه نصوص محترمة بتقول المواطنون لدى القانون سواء، الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وحرية الرأي مكفولة وحرية الصحافة مضمونة. وانتوا عارفين اننا عشنا 30 سنة قاهرة تحت الدستور اللذيذ ده. انا مش بالضرورة موافق على محتوى الدستور، وما افتكرش فيه دستور الناس كلها هتوافق على كل مواده. احنا شعب اساسا ما فيش فيه شلة مكونة من 3 اشخاص بيعرفوا يتفقوا على خروجة. بس انا موافق ان يبقى فيه دستور جديد، وموافق ان يبقى فيه دستور جديد بسرعة، ومتعايش مع انه هيبقى نص مش عبقري قوي، بس عارف كويس جدا انه كلام متستف في ورق. في النهاية كلام في ورق، وان اللي هينفذه بشر عندهم نوايا ودوافع وخلفيات وارضيات وبروز واطوار. اللي متصور ان الدستور لوحده هو الديمقراطية لا يقل سذاجة عن اللي رفع 4 صوابع وفكر ان الصندوق لوحده هو الديمقراطية. الديمقراطية سيستم، المشكلة مش في نصوص يا مكتر النصوص، المشكلة في السيستم. زي ما الرئيس برايز قالها حكمة، العيب في السيستم يا كوركات. محدش بيلاقي في الديمقراطية كل حاجة على ذوقه زي ما هو عايزها بالظبط، هي مش بنطلون. من فضلك عايز بنطلون جينز أزرق مقاس 38، بس مش عايز فيه جيوب من ورا، ويكون برضو الطول مناسب عشان ما بحبش أقصره ومش عايز أتنيه وكده. حاضر. يعني أنت عايز دستور يراعي مكاسب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، وفي نفس الوقت ما يفرقش كتير عن دستور 71، ويكون احسن من دستور 23، ويكون بيراعي كل الحريات، وفي نفس الوقت على ذوق الدساتير الاوروبيه. هو ده كويس، اللون كويس والطول برضو مناسب، بس انا ما كنتش عايز فيه جيوب من ورا. يا باشا ما هي الموضه كده، احنا شايفين يجي 30 منطلون دلوقتي وكلها فيها جيوب من ورا. لا دستور بلجيكا ما فيش فيه جيوب من ورا. لا فيه جيوب من ورا. ما فيش حاجه هترضيك فرديا 100%، لازم يكون في تنازلات. هو ده كويس، اللون مش بطال ومفيش فيه جيوب برضو زي ما احنا عايزين، بس الطول هيتضايقني يعني. بعدين التانية ابو جيوب ده برضو كويس، بس انا مش عايز فيه جيوب من ورا. في واحد كمان التاني ده اللي شفناه، بس ام المشهد الرمزي ده من الاخر يعني. المقصود مش هتلاقي كل اللي انت عايزه في حاجة واحدة، وكده كده في الاخر هتقدم تنازلات حتى لو بتشتري بنطلون.